دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعب رائدة على مستوى العالم في تمكين الشباب، واليوم الناس تتعلم من تجربتنا في دعم وتمكين الشباب، والحمد لله بقيادة شبابنا ووزيرتنا الشابة الأخت شمة شهدنا اليوم مبادرة متميزة ورائعة فعلا اللي هي أساسيات الشباب، اللي تجمع فئة من الشباب اللي توهم يدخلون إلى حياتهم الجامعية، وهذه الحياة تتفتح فيها آفاق كثيرة سواء كانت فرص وأيضا استفهامات عن شو اللي تحمله إلهم من طموحات وشو اللي تحمله إلهم من تطلعات وأيضا تحديات. مهم جدا أنهم هم يعرفون ويتعرفون عن قرب على كيف تعمل حكومة المستقبل، كيف تفكر قيادتنا، كيف المجلس الوطني الاتحادي كأحد السلطات الرابعة في الدستورية في الدولة أيضا يعمل مع الحكومة كفريق وطني واحد. حاولنا أن نحن نعطيهم بشكل موجز لمحة عن عمل المجلس، لكن الأهم كان أن نوصل لهم قيمة، وقيمة أساسية من قيم الوالد المغفور له الشيخ زايد أرساها وخرسها في شعب دولة الإمارات، وهي قيمة المسؤولية، المسؤولية عن ممارسة المواطنة الصالحة، والمسؤولية في تحمل أيضا مسؤولياتهم هم اتجاه وطنهم واتجاه مجتمعهم وأهلهم واتجاه نفسهم. وأيضا دعيناهم إلى أنهم يتواصلون مع المجلس ويشاركون في التجربة الانتخابية القادمة بإذن الله، وأنهم أيضا بعد دائما بيبقون هم سر نجاح الإمارات ورهاننا على المستقبل، واستثمارنا اللي نحن متأكدين أنه بيكون استثمار ناجح واستثمار دائم مستديم يحقق كل الرؤى اللي نتمناها، مش اليوم ولا للمئوية، لكن أيضا بعد بيكون عندهم القدرة على أنهم يعني دولة الإمارات توصل من خلالهم ودائما تحافظ على أمنها وأمانها.